واحد بيه قال السينجا بينج السلام عليكم تحية لكم أينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم كنتواجدوا سيدي عثمان عند واحد الفيديو زوين تسناونا معنا أحد الأصدقاء اللهم بارك غتشوفوا معنا شي حاجة اللهم بارك سي جلال أبو نوح تحياتي لك اليوم رحنا في الضيافة عندك أخويا الله يكبر بك سي جلال الله يكبر بك الله يحفظك وديروا هجوم الله يحفظك واحد الفيديو زوين ياك والله العظيم كاين الوحوش كاين الوحوش شوف لما كانوا مش الوحوش راه ما غنصوروش ياك فين ما كانوا الوحوش كيكون سينجا بينكا والمصداقيه شوف هذيك الشيء ما تهدرش الله يحفظك خويا عارفين كل شيء تحياتي لك خويا راه عارفين الله يكبر بك لما كانش المصداقيه راه ما غايجيش خويا نور الدين الله يحفظك لما كانش المصداقيه راه والله ما يجي يصور خويا انا واحد الفان عزيز وغالي ويلاه جا من الغربه الله يسهل عليه خويا نور الدين تحياتي لك السلام عليكم بخير هاني صح لاباس الله يحفظك مرحبا بك عزيز وغالي الله يحفظك خويا الله عندنا مرحبا بك ومعنا احد لي فان تا هو تحياتي لك خويا الله يحفظك ترونسبورتور الاخوان الاخوان هذا السيد راه غني على التعريف اللي بغى شي حاجه ترونسبورتور خلينا الرقم ديالك واخا قول الرقم ديالك 0642 40 89 62 اي مدينه يديك الف مليون مرحبا وتحيه للجميع خي نور الدين خويا جلال من الكبار لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله عبير قناه سينجا بينجا اليوم معنا استاذ قنبوله ويقدم لكم تحيه ويقدم لكم بعض الكلاب معروضه تبارك الله للبيع شي حاجه دريساج طاعه شي حاجه اللهم بارك واثمنه رمزيه السلام عليكم خويا قنبوله السلام عليكم خويا سينجا بينجا تحياتي واحترامات خويا وتحيه للمتبعين ديالنا إيه؟ وشكرا على الكومونتيرات الزوينين والناس اللي كيشريو من عندنا الله يسخر لهم عمرنا خسرنا مع شي واحد الحمد لله الناس اللي وصلوا كلشي كيشكرنا اللهم بارك هادشي من فضل الله الحمد لله والتأثمين اللي كنديروا الناس اللي كيكعاو شي راه التأثمين راه الناس الدراوش ديال الحراسه الفيرمات كذا كلاب ديال الاكسبو راه كاينين التأثمين ديالهم خاصه راه كله باش كيبيع بالنسبه لهاد الكليبات اخويا بالنسبه لهاد الكليبات اللي كتعرض للبيع دابا الحمد لله ديال الحراسه خاص بالحراسه وفيهم الطاعه والحراسه وهاد الاثمنه اللي درتي رمزيه على زعما كنا درتي الاثمنه 1500 درهم ياك اخويا بزاف كيتشكاو باغيين يشريو وكاين اللي كيخدم سيكيريتي ما درب نوجد حنايا اصلا كنا نخدمو سيكيريتي هو حلو فكتو ها اوكي 1500 درهم 3000 درهم ما تبقى لا خدمه لا هو اللهم بارك اللهم تعاون مع بنادم 1500 درهم شاربون دريساج كيما بغا يكون يلا بير لي اخويا عرفتي اش غدير؟ نخرج لك العرام في برا يلا بسم الله توكلت على الله الاخوان غادي تشاهدوا معنا الاخ مراد غادي نسولوه تا هو علاش دايرين هاد الاثميره جد مناسبه علاش السي مراد؟ باغي كلشي يتولى ياك اخويا كلشي باغي نولى وبالنسبه للكليبات كتخدم معاهم مزيان اخويا كضرب تماره والله حتى الخدمه اللهم بارك والطراضين والطريطاج والماكله وخليها على الله ياك اخويا راه والله حتى مناسبه واحد النقطه اخويا نور الدين نعم اخويا خويا الا ما كنتيش تيق فيا ما تعيط لي هذه هضره ديال دريويش ما تعيطش ليا تحيه لدريويش هذه صح حيت انا اللي كيصيفط لي فلوس راه كنولي باغي نصيفط لي هذيك الساعه الكلبه توصلوا ولا الكلب يوصلوا الله يعطيك الصحه اللي كيعيط لي كيقول لي اخويا الفلوس كيفاش غندير لهم انا نعطيهم للكار انا نعطيهم اخويا انا صيفط لك لاكارت تصيفط لي راه لاكارت يكفي تحياتي لك اخويا تبارك الله لاكارت ديالي وغندير لك ديالك راه ما يمكنش هاد السيد راه اهل الثقه اقسم بالله العظيم اهل الثقه الله عمرها دار وتواصلوا مع الاخوان راه فيما كنتي صيفط لك البياسه ديالك وعلى حسابي على ضمانتي كنقول لك مشات لك شي حاجه على ضمانتي غنشوفوا اول كلب ان شاء الله ها الكباري هانا اخويا هاو كلب تبارك الله قبيح اللهم بارك الشراسه العمر ديالو اخويا قنبوله هذا 9 شهور طاعه كل شيء تبارك الله وهذا 1500 درهم هذا 1500 واسمع سيدي 150 اورو والطاعه والقبحه لا اخويا لا يا اكسيتي يا اخويا اكسيتي انا شوف تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن كليب تبارك الله كما قلت هذو الاخوان 9 شهور فيه دوبات اسي دوبو يعني مارش او بي هذا ما فيش دوبات ما فيش دوبات الشراسه الشراسه الحراسه الدوبات غنوريهم وهذا الثمن ديالو خويا 1500 درهم الله يحفظك السي قنبوله الله يبارك الله يحفظك يلا توكل شوف قنبوله اسطنبول يلا بي لي اخويا يلا يديك على فرديك
سيلي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن جمالك جمال عشاق المالين وشاربوني كاني كورسو دوبرمان دو غارجونتا اللي بغى شي حاجه الف مليون مرحبا هاني اخوتي هاني اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن اليوم باناشي بالنسبه للكوليبات راه جبناهم من المزرعه الاخوان شوف 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 1500 اش كدير شوف شوف اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن رود فايلر ها هي دي بالورقه ديال اللي بغاها الراعي الالماني الاخوان ها هو الراعي الالماني اللهم بارك اللي بغى شي حاجه دو غارجونتا الكاني كورسو المالينوا 1000 مليون مرحبا غير هاني شوف 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 شحال هذا خويا الثمن ديالو تا هو هذا شوف 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 الدبات شوف الدبات اللهم بارك 1000 مرحبا الراعي الالماني شوف تا هو اللهم بارك بالنسبه لهذا الراعي الالماني شحال الثمن ديالو 3000 درهم قابل للتفاوض بالورقه ديالو داخل البداله الاخوان كما كتشاهدوا هذاك دوبرمان تا هو شحال الثمن ديالو هو اللهم بارك هذاك دوبرمان تا هو 2000 يا الله سيدي الف مرحبا هالكاني كورسو 2500 درهم في مال تبارك الله راك تشوف الفيديو الاول هاني خويا شوف المال كاين اخواتات دو كارجونطا تا هو شحال اخويا 3000 درهم وقابل للتفاوض اللهم بارك هذا اخو ادقم اولى اخو مراد الاخوان اللي بغى شي حاجه الف مرحبا شوف الكليبات شوف الكليبات انا خويا غيتواصل معانا الله يغير شي بخير ياك اخويا كلام زوين ومرحبا خويا الكليب بغى يوصل لمراكش فما بغيتي الصويره جميع وياك اخويا امر ما يكون الخير ان شاء الله لا كاردين ولا كاردين الخوادر ديالك اييه تفيرسي من الفلوس كنصيفطو لك ديريكت للكار كاينه الثقه المصداقيه هاد الناس على حسابي اوكي تصور واش كتعاود تصور لا والو تقول ابورتي اخر الاخوان هاني انا اخوتي هاني اللهم بارك زرزر لي سير سير لي سير غوت عليهم يمشيو لي شوف اللهم بارك هذيك هذيك اللي كنتي ولا حداك اخويا هذيك هذيك راه هي هذه 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 الله هذيك اخويا اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن هذه شحال الثمن ديالها ما تقولهاش اخويا شوف الكلبه بصحه جيده اللون شارفوني تبارك الله اللهم بارك هاني اخويا 1500 درهم مازال مو في الجليج الاخوان شوف شوف الراعي الالماني شوف شوف هذه شوف الحراسه اللهم بارك شوف 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 القباحه اللهم بارك هاني اخوتي هاني اخوتي اللهم بارك 1000 مليون مرحبا تحياتي لكم جميعا المالين نعم اخويا هذا الحلوف هذا الفيز اخويا مصيد الحلوف ها هو شتوه يلاه جيبينو كاع مبيطر مسكين ها هو شتوه راه كان مع الحلوف تبارك الله اللهم بارك شوف ها هو فايز خدام الحلوف هاني اخويا شوف شوف تبارك الله اللهم بارك 1000 مليون مرحبا 1000 مليون مرحبا اخوتي هاني سر سلي سلي هاني هاني اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن هاد انت عجبتني بزاف هذه 1500 درهم اللهم فين ديال الدوبات فين الدوبات ما فيها هاي شوف 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 اخويا 1500 درهم وبزاف اخويا اللهم بارك الشراسه ديال بصح يلا اخويا تواصلوا معنا يلا 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 كلشي تولع كلشي تولع ديال الدراوش هادشي ديال الدراوش يلا اخوتي اللهم بارك ما شاء الله تبارك انا اخوتي اللهم بارك تليفون يلا نحن في فيسبوك خدام تبارك الله اللهم بارك اللي شي يفتح حاجه يقول ما شاء الله تبارك الرحمن هادو بيرمان هاني هاني شي حاجه الهوت كامل اللي بغى 1000 مليون مرحبا هاني دو كارجونطا اللهم بارك يلا اخويا كل شيء تولى شو انت وكي دايره 1500 درهم شو هذه كي دايره تاهي 1500 درهم وهذا الكليب تا هو 1500 يلا كل شيء تولى 1000 مليون مرحبا ولاد سعيد علموك الصيد اخويا كل شيء تولى كل شيء مدريس يا اخويا طاعه اللهم بارك ياك اخويا الرعمه خوتي تلقاو اسفل الشاشه تواصلوا معنا لي فريزون جميع المدن وهاد السيد مراد راه اهل الثقه وخويا قنبوله فيما كنتي صيفط لك البياسه ديالك يلا تواصلوا معنا الف مرحبا لان الاذان قرب دابا اللي بغى شي حاجه ألف. شوف 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 هاد الشاربون هذا 1500 درهم ياك تا هو 1500 والقباحه المونشيت اللهم ياك اخويا اللهم بارك كاين الرعايه الحمد لله كاين التدريب الحمد لله كما كتشوفوا الاخوان هانتم الكلام ما كيضاربوش هاني اللهم بارك هذاك الراعي الالماني راه 1000 مليون مرحبا اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا الاخوان بالله عليكم اللي شاف شي حاجه يقول بسم الله تبارك الرحمن انا نجاوبكم على السؤال ديالكم بالنسبه للسؤال هاد الكليبات راه ما كيعيشوش في الدار فاش كنبغي نصورهم كنجيبهم هنا الاخوان هاني اللهم بارك راه كاينه الطاعه وكاينه المصداقيه الحمد لله اللي بغى شي حاجه 1000 مرحبا هاني كاني كورسو المالين ودوبرمان حتى هو شتو 1000 مليون مرحبا سير سير لي دوكا هاي هذيك عجبتني هذيك
هذيك مول الضحايا كم شات ابتسامه. اللهم بارك اللهم بارك. يلا خويا بالنسبه للعتمين دابا خويا قول لي 1500 واش انت قال كتقول 1500؟ يلا خوتي تواصلوا معنا 1000 ها 2000 درهم هذوك الكاني كورسو. اللهم بارك 1000 مليون مرحبا. تحيه للجميع. يلا خويا ديروا بالبلوه يلا بالبلوه 1000 مليون مرحبا. خليو لنا التعليق ديالكم قولنا الراي ديالكم في هاد الكليبات واللي بغى شي حاجه 1000 مرحبا. هتهضروا لي على الراعي الالماني راه داخل البداله الاخوان هذا هو اللي كاين. اللي بغى شي حاجه 1000 مرحبا. وتحيه خويا قنبوله قنبوله من الكبار الله يحفظك خويا. مرحبا خويا فرجه ممتعه وتحيه لكم خويا مراد كنشكروك. الله يحفظك خويا. واللي بغى شي حاجه يتواصل معاه هاد السيد راه كنعاود كنعاود وكنقول لكم اهل الثقه الاخوان راه كيتواجد في 04 اللي بغى شي حاجه 1000 مليون مرحبا. تحيه لكم جميعا.